وبصي في ملفات كتيرة، منها طبعا هنتكلم عن التجنيس، وهنتكلم برضو عن الاستعدادات المختلفة لطبعا أولمبياد باريس 2024، واللي المصريين كلهم عندهم أمال كبيرة أن النسخة دي إن شاء الله من الأولمبياد أن هنقدر نحصد عدد أكبر من الميداليات في رياضات طبعا مختلفة. فنبدأ بس بملف التجنيس، لأن لسه كنا امبارح تحديدا الصبح بنتكلم في هذا الملف الساخن، خلينا نقولها بهذا الشكل، واللي اتقسم فيه الناس بشكل صريح مع وضد فكرة تجنيس تحديدا مروان والشرباجي واللي كان قبلها محمد الشرباجي، والعوامل اللي بتأدي ان رياضي يكون ناجح كبير كتير جدا، 13 بطولة مروان الشرباجي تحت علم مصر. اعتقد ان الاتحاد بتاع السكواش يعني استاذ عاصم كنا حتى بنتكلم عن التصريحات الخاصة برئيس الاتحاد المصري للسكواش، كان بيقول ان يعني هو ما كانش بيعاني بأي مشكلة في الداخل يعني. ف ايه اللي بيخلي، ايه اللي بيدفع الابطال بتوعنا ان هم يروحوا يتجنسوا بجنسيات اخرى ويلعبوا تحت العلم بتاعها؟ صعب ده شويه، بيزعلنا. اكيد احنا بنيجي نكتب خبر عن القضايا دي اكيد قلبنا بيوجعنا جدا، من فكره ان انت يبقى عندك بطل من ضمن افضل 10 على العالم، وفجاه البطل ده بيقرر ان هو يمثل دوله اخرى، دي اكيد حاجه تضايقنا جدا حتى كمتابعين للرياضه. لكن لو هنتكلم في الحاله تحديدا، اولا يعني لو هنتكلم عن حاله مروان، فانا يعني بشوف ان هو اصلا مش قوي ما يطلقش عليه تجنيس، لان هو حد كان معاه يعني عايش حياته هو من هو عنده 14 سنه في انجلترا بالظبط، وتعليمه هناك وعايش في بريستول وتدريباته كلها هناك، هو واخوه برضو محمد، اخو يعني اخوه الكبير. فبالنسبه لي انا رغم تاكيداته لرئيس الاتحاد والتصريح المشهور اللي كلنا شفناه على النت اول امبارح، لكن رغم تاكيد رئيس الاتحاد انا كان بالنسبه لي كان متوقع ان هو هيسير على نهج اخوه محمد. زي ما قلت هما الاثنين بيدينوا بالفضل والولاء لانجلترا وصرحوا بده اكتر من مره، يعني هو زي ما قلت هم عشان خاطر بقالهم فتره عايشين، فتره كبيره عايشين في انجلترا. لكن لو هنتكلم على التجنيس كحاله عامه او كالابطال اللي بيقرروا ان هم هو اسرح في حالات تانية اكتر بكتير من الاخوين شرباجية بالظبط، يعني احنا كان عندنا لسه البطل اللي هو بتاع المصارعه البغدوده اللي من شهرين قرر ان هو ما يرجعش، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجه اصلا. فاحنا عندنا يعني مش عاوزه برضو زي ما هنلوم البطل، عندنا مشاكل في الاتحادات شويه، يعني مثلا اتحاد السكواش لو هتكلم بالتحديد عن اتحاد السكواش عنده مشاكل مع لاعبين كتير جدا. يعني لسه انا شفت برضو تصريح لمصطفى عسل لاعب النادي الاهلي كان امبارح بيصرح بالليل ان انا برضو عندي مشاكل مع الاتحاد والاتحاد ما بيساعدنيش. فاتحاد السكواش عنده اكتر مشكله مع اكتر من لاعب. ايه نوع المشاكل دي وليه اصلا في مشاكل في اتحاد المفترض ان هو ناجح وابطاله كلهم عالميين بالمعنى الحرفي للكلمه؟ دي مشكلة كبيرة جدا ان انت يبقى عندك كمان المشاكل في اعمار سنية صغيرة، يعني مروان ومحمد كبار قرارهم شخصي من دماغهم، الله اعلم هم مثلا يعني القرار خدوه في قد ايه، يعني بقى لهم قد ايه بيفكروا فيه. لكن لو نتكلم مثلا احنا عندنا ابطال زي امين عرفي زي مصطفى عسل، ابطال بيعانوا مشاكل، في مشكله انه مش عايزه تسفر والدها معاها، ليه توصل البطل ان هو يعمل استغاثه على الفيسبوك ومامته تطلع تصرح وتعمل تخاطب وزير الرياضه؟ يعني المشكله تكاد تكون مش كبيره قوي لدرجه ان انت تعمل مناشده عليها، يعني انت رئيس اتحاد دورك ان انت تحل المشاكل دي داخليا، ما توصلش البطل واهله واسرته ان هم يطلعوا يعملوا استغاثات على الفيسبوك وان هم يطلعوا يصرحوا يعملوا مدخلات في برامج. طب انت كدورك اتحاد الموضوع دايما التجنيس بنفتحه كل فتره وبيخلص بمداخلتين في التلفزيون من رئيس الاتحاد وشكرا، بيتقفل على كده. ليه بقى ما بيدرسش او حضرتك المداخلتين دول بيخلوا الشكل العام مش لطيف للامانه؟ يعني ما هو عشان خاطر انت ما بتحلش ازمه، انت بتطلع بس تسكت الراي العام، تقول له والله احنا عندنا منه كتير واحنا عندنا كذا بطل واحنا عندنا كذا لاعب من ضمن العشرة الاوائل. طب فين حلولك ان انت تمنع الموضوع دوت؟ فين دراستك انت كاتحاد دلوقتي واعضاء مجلس ادارتك فين عشان خاطر توقف الحنفيه دي زي ما بنقول، توقف حنفيه ان كل شويه بطل يطلع يقول لك انا هقرر ان انا اسافر او اعيش بره او زي ما بقول كمان. يعني الفكره ان الموضوع الغريب في الامر لو في حاجه من الواحد بيستغربها ان جايه في لعبه احنا مصر مسيطره فيها على السيدات ورجال وناشئين.